بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة 21 من سلسلة أعطال محركات الديزل، والمحاضرة بعنوان أسباب الدخان الأزرق للمحرك من الناحية الميكانيكية، Cause of Engine Blue Smoke for Mechanical Issue. وهذا الفيديو يوضح حدوث دخان أزرق صادر من المحرك. الدخان الأزرق أين وكيف؟ هذا العضو الخاص بالأعطال الميكانيكية ميكانيكال إيشو، وليس من أعطال نظام الوقود الفول سيستم. يحدث الدخان الأزرق بلو سموك بغرفة الاحتراق الكومبشن تشامبر نتيجة تسريب زائد التزييت إلى غرفة الاحتراق، فيحترق مع وقود الديزل ويؤدي احتراق سائل التزييت مع وقود ديزل إلى حدوث الدخان الأزرق. الدخان الأزرق، ما الأسباب؟ أولا، تسريب سائل التزييت من رأس الأسطوانة السلندر هيد إلى غرفة الاحتراق الكومبشن تشامبر. يؤدي تآكل الصمام الفالف ودليل الصمام الفالف جايد وعطب بمانع تسرب الصمام الفالف سيل، يؤدي إلى دخول سائل التزييت إلى شوت السحب المحرك، فيختلط مع وقود ديزل بغرفة الاحتراق فيحترق المخلوط فيحدث الدخان الأزرق البلو سموك. والمزيد من المعلومات فلنشاهد هذا الفيديو. عند انبعاث عادم أزرق من المحرك وأثناء بداية التشغيل، وهذه علامة أن واحد أو اثنين من أول سيل الصمام الفالف أول سيل به تآكل، ويبدأ أول سيل الصمام في الانهيار، وعندما يحدث ذلك يبدأ في إحداث شروخ كراكس. وعند إيقاف المحرك بعد تشغيله يكون مستوى سائل التزييت مغطاء اتجاهات الفالف كفر عند أقل نقطة، وتسرب سائل التزييت عبر شروخ أول سيل الصمام ثم يدخل غرفة الاحتراق الكومبشن تشامبر. وعند إعادة تشغيل المحرك مرة ثانية في الصباح، سائل التزييت المتسرب إلى غرفة الاحتراق سوف يحترق بيرنينج، وسائل التزييت المحترق البيرنينج أويل سوف يخرج عادم أزرق بلو سموك عبر صمام العادم إكزوست فالف. وفي بعض الأحيان يكون العادم الأزرق كثيف وأحيانا قليل. وعندما تسير السيارة على الطريق السريع لايوي بسرعة عالية، عادة يوجولي يتوقف خروج العادم الأزرق من المحرك. ثانيا، ومن أسباب حدوث الدخان الأزرق، تسريب سائل التزييت من جسم الأسطوانة السلندر بروك إلى غرفة الاحتراق كومبشن تشامبر. تأكل مكبس البيستون وشنابل مكبس البيستون رينجز في كل السرعات والحمل ودرجات الحرارة، لأن المكبس يتحرك مسافة قدرها 34 كيلومتر لكل ساعة، ويغير اتجاهه 26400 مرة، مما يؤدي إلى دخول سائل التزييت إلى غرفة الاحتراق المحرك فيختلط مع وقود الديزل فيحترق المخلوط فيحدث الدخان الأزرق. ولا مزيد من المعلومات ف
فنشاهد هذا الفيديو. خروج عادم ازرق زائد اكسسيف بلو سموك باستمرار من المحرك، واحد ذلك عادة عندما يكون شراب المكبس بالسرنج او قميص المكبس اللاينر به تآكل شديد، ويؤدي هذا الى تسريب لسائل تزييت المحرك الى غرفة الاحتراق ومشهد شامبر، ثم يحترق سائل تزييت المحرك بيرنينج، ثم حدوث دخان ازرق بلو سموك، ويستمر خروج الدخان الازرق من المحرك عند السرعات المختلفة. وعندما يحدث ذلك يجب اجراء عمره فورية للمحرك وعمل الصيانة اللازمة. ويجب التنويه بتراكم سائل تزييت المحرك داخل غرفة الاحتراق مع مرور الوقت، يؤدي الى ترسبات كربونية كربون ديبوزيت. اما السبب الثالث لوجود او حدوث الدخان الازرق هو تسريب سائل التزييت من الشاحن التربين التربتشارجر الى غرفة الاحتراق ومباشر شامبر. تأكل شنابر مانع تسرب سائل التزييت البسرنج داخل الشاحن التربين التربتشارجر يؤدي الى دخول سائل التزييت الى مروحة كمبرسور الشاحن الكمبرسور ويل، فمن فرض سحب الهواء في غرفة الاحتراق من خلال شروط السحب، فيختلط سائل التزييت مع وقود الديزل فيحترق المخلوط فيحدث الدخان الازرق بلو سموك. خروج عادم زائد من المحرك اكسسيف سموك، وهذه علامة على ان شنابر مانع تسرب زيت التربينة او الشاحن التربين البسترينج تالفة وبها تأكل، ثم يحدث تسريب لسائل التزييت الخاص بالشاحن التربيني ويذهب الى نظام العادم الاكزوست سيستم حيث يسخن ثم يحترق، ويذهب ايضا الى ناحية مروحة كمبرسور الشاحن التربيني كمبرسور ويل ثم مانيفولت الهواء ومنه الى داخل غرفة الاحتراق الكمبشن تشامبر، وهذا يسبب عادم ازرق او عادم رمادي جري سموك. سائل تزييت الشاحن يستخدم عادة لتبريد الشاحن التربيني، وعندما يحدث تسريب لهذا السائل من داخل الشاحن التربيني تتلف كراسي الشاحن بيرنج وتكون جافة دراي وتحترق بيرنج فيتلف الشاحن التربيني بشكل كامل. أما السبب الرابع لحدوث دخان أزرق فهو مستوى سائل تزييت عالي High Oil Level، وسائل تزييت كارتير المحرك يلمس عمود كرانك شافت مما يسبب رقاوي بسائل التزييت واختلاط سائل التزييت بالهواء ناتج من الرغاوي، وهذا لا يساعد على تزييت المعتاد للمحرك فيؤدي إلى تآكل أجزاء المحرك، فيؤدي إلى دخول سائل التزييت إلى غرفة الاحتراق فيختلط مع وقود الديزل فيحترق المخلوط فيحدث الدخان الأزرق بلو سموك.